عن الأسواق العالمية انضموا إلينا من دبي دانيال تقي الدين محلل في أسواق FX برايمس. إذا الأسواق متفائلة دانيال، وكأن بايدن نجح بالفعل في احتواء الجائحة، ما هي المخاطر؟ ماذا لو فشل في توزيع اللقاحات على نطاق واسع بالسرعة المطلوبة برأيك؟ نعم، مثل ما تفضلت وقلت الأسواق بلشت تسعر إيجابيا. أول شيء حزمة التحفيز، نعرف أنه احتمالية تمرير هذه الحزمة عالي جدا، وخاصة بسيطرة الديمقراطيين على السنيت والهاوس والرئاسة، فأوريدي بلش يسعرها السوق. السوق أيضا بلش يسعر تفاؤل أو المئة مليون دانيال. بس نذكر المشاهدين مع بعض أنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان دائما يغرد على مواقع التواصل الاجتماعي انه هي الاسواق عند اعلى مستويات تاريخيه له، فكانت هديه وداع له يوم امس، ولم نرى بايدن يغرد بان الاسواق في اول يوم رئاسي له الاسواق عند مستويات قياسيه. تفضل. نعم، مثل ما تفضلت وقلت، يعني كان ترامب أكيد يخوف الشعب والمستثمرين من في حال انتهاء ولايته، أما اللي شفناه امبارح كان عكسي كليا. الأسواق سعرت، شفنا ناسداك طلع حوالي 2%، S&P تقريبا 1% أيضا، فالأسواق عم بتسعر إيجابيا حزمة التحفيز طبعا، يلي منقسمها الدعم للكورونا، الدعم للسمول بيزنسز يلي عانت معانته خلال هيدي السنة، وأيضا المليار يلي مخصص للهاوس هولز من الأفراد من الانيمبلويمنت، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور أيضا. فالأسواق أوريدي بلشت تسعر هيدا الشيء. التسعير الثاني الإيجابي عم بيكون الهيرد إميونيتي أو المناعة الجماعية يلي حتكون ببداية. بس هي ما عليها علامات استفهام دانيال؟ صحيح، عليها علامة استفهام كبيرة أيضا، يعني أي مفاجآت بهذه النقطة ممكن تعمل تصحيح في الأسواق هذا بالنصف الثاني. وأيضا في نقطة ثالثة عم بيسعرها السوق، هو السبيندينج هابتس أو العادات الشرائية ستعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وهذه أيضا نقطة كثير مهمة. هل سيعود الاقتصاد العالمي كما كان قبل؟ يعني شفنا الورك فروم هوم، شفنا يعني خفت البزنس ميتينجز، شفنا شيء ما يعرف بدو ات يور سيلف ايكونومي في المنازل. يعني لا نتوقع ان صح، فهذا طبعا رح يضغط على هذا الاسواق. نتوقع انه الاسهم الامريكيه ليتل بيت اوفر بوت، قليل من الاوفر بوت، وسنشهد تصحيح هذا السنه محتمل. طيب دانيال، كنا سمعنا من حوالي أسبوع أنه كان في تقارير لمحللين ماليين تقول بأنه $1,400 الإضافية التي ستدخل إلى الاقتصاد الأمريكي، الشيكات $1,400 يمكن أن تذهب أيضا إلى أسواق الأسهم، لأنه بيشوفوا فيها ربح سريع خاصة مع الأموال الرخيصة. كيف تقرأ هذا الموضوع؟ هل يمكن أن تتغير الصورة؟ لأنه أنت عم بتقلي أنه يمكن ترجع spending habits، عادات الصرف الأمريكية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، ممكن فعلا؟ يعني هذه ال 1400 شفنا نحن نشبهها بال $600 او ال 1200 اللي شفناها السنة الماضية تحديدا. عم نشوف يعني اذا مننتبه عم بيكون في زيادة بعدد الريتيل انفسترز حول العالم، فشفنا استثمارات بالأسهم الأمريكية، وأيضا فينا نربطها بالاستثمارات بالبيتكوين. يعني شفنا إذا ما نطلع على البلوك تشين ديتا، شفنا العديد من المستثمرين كان $600 استثمارات من خلال البيتكوين، ففي ناس عم توصلهم هيدي الأموال ما عم بيكونوا بحاجة لها، فيا عم بيسكروا ديون يا عم يستثمروا بالأسواق المالية إن كانوا أسهم أو إن كانوا كريبتو كارنسيز. دانيال تقي الدين محلل الأسواق في FX برايمس كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. رح نرجع نحكي بعد شوي عن البيتكوين.